ماما هود ايها الساده لليكم سكر ديالي هنا القاهره. عشان انت بتتابع قناة هلس النجوم ومشترك في القناة هيوصلك كل اخبار النجوم اللي فايتاك. بننفرد بمتابعة اخبار النجوم لحظة بلحظة، ومش بس كده، احنا بنجيب لك كل الاخبار اللي فايتاك من زمن الفن الجميل وانت رايح لجيل السبعينيات والثمانينيات، وبنقدم لك محتوى يليق بيك كونك مشترك معنا. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تدعمنا بلايك. من حظك يا كريم نشرت الفنانة اللبنانية مريم فارس فيديو جديد برفقة ابنها جايدن في صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. ظهرت فيه تقطف البرتقال من شجرة منزلها بإطلالة كاجوال وعفوية مع ابنها. الفيديو أثار إعجاب متابعيها الذين عبروا عن حبهم لها ولعائلتها. خلي السهول التانية ايه 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 كما احتفلت مريم فارس ايضا بعيد ميلاد ابنها جايدن وقامت بتجهيز عيد الميلاد بنفسها.